حبايبي كده بقى يا عمرو، هستأذنك بقى يا حبيبتي كده، اسمع بس نقول اسامي حبايبنا عشان ما يزعلوش. اتفضل هات انا اكمل. طب انت شوفي ال يا ست ام عبد الرحمن، شكرا للست ام عبد الرحمن، بنشكرها قوي قوي. والست ام ايمن من عين شمس برضو بنشكرك، والست نور العين وهنا سلامه، ونور مصطفى وعبد المجيد عبد الحكيم برضو بنشكرهم قوي، وحمادة تمراز برضو بنشكره قوي قوي. واحد بقى كاتب لي كيم جا جونج كنتش الواد يوسف ده، انا مش واخده بالي، صيني. ومحمد جمال ومرمر اسلام كلهم، ونور مصطفى وشادي ميدو وعادل الكاديوم والست رودي ورشا عاوزه الممبار عينينا يا ست رشا. ورودي بقى عاوزه اكل رجيم عينينا يا ست رودي. حبايبنا بقى اللي بعتوا لنا حاجات كتير على الفيسبوك، شكرا ليكم كلكم. ندى احمد واشرف وعبد الوهاب كل دول من اسوان بحييهم. الله، وميدو محرز بعت لنا امثال، ماشي يا عم ميدو. وروكا بتقول لي يا غالية ريحة المحشي حلوة، خدي كمان ريحة المحشي وشوربة الخضار بالكرفس. يا سلام. هبة فخري بقى بتقول لي يا غالية جوزي متخانق مع أهلي ومش عارف أعمل له إيه. دي بقى ليكي حلقة مخصوص يا ست هبة، اصبري عليا هسأل وأرد لك بقى الرد المظبوط، تقلقيش. شوشو بقى بتقول لي يا غاليه جوزة الهندي اللي انت جبتيها دي بكام؟ دي جايباها بخمسة جنيه، ارخص من القوطه، هي موسمها هي والكيوو والحرنكش، بس الحرنكش شدت شويه، الكيلو بتاعه ب10 جنيه لسه يرخص بقى، اما يرخص نبقى نعمله مربى. الثلاث حاجات دول الشهر ده والشهر الجاي موسمهم، تلاقيهم برخص التراب. وبعدين بقى انا جبتها بخمسة جنيه، حطيتها بقى على الفرن الانتيكه بتاعي ده، قعدت تضحك لي كده، ليه طلعت سبحان الله ليها عينين وبق، رحت انا بقى مديها جوز حواجب من عندي. كانت جميله يا ست غالي. الله، احنا عاوزين بس نغلي كده شويه شيح عشان ندي محسن وعمر في عندك. بصي افتحي الدرفه دي، او الدرفه دي هتلاقي براد الومنيوم.